اشكيت في البلاصه وليت كنجري مشيت عند مول مسمن كنقلب السيد كان مني ما استوش عند مول مسمن رجعت عقت بالفلوس مشات ليا جي كنجري اول مره واخر مره البشر ممنوع نتيق فيه اول مره واخر مره نتيق بشي واحد لو ترد في التيق وكلت وشربت وسكنت معايا اول مره واخر مره حيت انا نيه اخويا ما نكذبش عليك نيه وكنبغي الخير لعباد الله دعيت الله ياخذ فيه الحق دعيت الله هو سطاني دعيت الله حمزه العصامي هاد السيد اخويا حنا كارين اربعه الناس شنو البلاصه كارين فهاد بلاتي كارين نفس بات حنا اربعه الناس هاد السيد هذا كان انا وقع لي الواقعه هذاك الحد هاد السيد كان في البلاد كيتهان هو السيد هذا هو حنا كنا ثلاثه نضنا بيوم الحد في السروه نضنا مشينا لسوق الجمله مشينا باغي نترزقوا الله هاد السيد مشى عاد السيد ما تفهمش هو وياه رجع ما بين نقول لك جوج ثلاثه اربعه رجع نعس بقى معايا اللي دا لي الفلوس بقى معايا خدام معايا كاع الناس شاهدين عليه راه كان خدام معايا كنا كيصيفطوا لي الناس السلعه كي معرفه ضارب في السوق بزاف الناس كتشوفوا معامله ديال الرجال هذا الانسان كتيق فيه وكيبان لك كيتعامل مع الناس كيصيفطوا لي السلعه يبيع عليهم كتشد عليه كونفيونس ما هي ما شحال واحد كيصيفط لي السلعه كيصيفطوا لي الناس من الغرب يبيع لهم السلعه هو شكون كيدير هذا هو كان كيخدم بكتافه يعني لا واش بيع وشري لا كيخدم بكتافه كيهز السلعه واش ممكن يدير مثلا اي كيخدم معاش كيطالب معاش وكيطالب معاش وكيترزق الله فهمتي شحال العمر ديالو شحال العمر ديالو اخويا نعطيك ما بين 26 27 28 ما بين المدينه ديالو كاين اللي كيقول لي 200 وكاين اللي كيقول لي صويره ما عرفتش منين الضبط دابا حاليا باقي ما عارفينش منين هي هذيك جينا اخويا مع ديك ميقات هذيك الظهر انا كنت مني بعت هذيك البركه حسبت هذوك الفلوس كنت كنحسب فيهم هو اون فاس كيشوف فيا حيت كنخدم معايا بعت بطاطا مني بعت هذوك سكات عندي انا 240 صندوق بعت فيها 151 صندوق بقى 90 صندوق هذيك 151 صندوق حسبت فيها هذيك البركه مني ساليت حسبتها بقى هو اون فاس انا داخل كاميو وهو برا على برا وكيشوف فيا كنحسب في الفلوس قلت لي رد بالك الكاميو لا قلت لي رد بالك دير عينك معايا راه الناس راه مع الفلوس انا كنحسب فيها حتى زعما ثقت فيه فهمتي حدا رد معايا البال الفلوس 4 مليون راه 4 مليون ما ساهلاش قلت لي بقى تشوف دير عينك بقى داكشي اللي داير ماشي مشكل وبقينا اخويا ريقلنا الاوامر كملنا هودنا درنا واحد الكاسكروت ديال الحوت في التحت غادي في الكرو هبطنا من سوق قادر هبطنا لتحت درنا واحد الكاسكروت ديال الحوت ماشي مشكل جينا دوشنا نعسنا صنات السيد ناعس هي داك الشيء اللي درنا نتوما كتنعسونا كتفرشوا بيت واحد كتاكلوا ماكله وحده نعاس واحد فراش واحد يعني كنقول حتى رجال ما كاينش الغدر اخويا نعم هي هذيك اخويا مع كنفيقو كنتمحنو في الفياق في الليل كنجيو كنطيحو كنطيح مثلا الله يحسن العون اخويا نعم كتفيق في الليل الفياق واعر كيمحن من نقول لك ميقات هذيك الظهر حتى ما بين الخمسه سته ديال العشيه فهي بقينا ناعسين هاد السيد ضرب ورانا نقول لك مع داك النعاس ضرب شي نص ساعه ولا ساعه وخرج زيد اسمح لي ديك الساعه فاش جبتي الفلوس حطيتيهم انت حطيتهم في هذا الصاك هذا وعلقته هنا في هذه البلاصه هذه يعني كيف نقول ما عطيتيش حدا راسك لا ما حطيتهمش دراسي لا ما حطيتهم نقول راه ما كاين باس لا قلت ما كاين باس باش اشوف احنا كنقولوا الحق ما كنقولوش ندون نزيدوا من راسنا شويه هبط الميكرو كملي كنقولوا كلمه الحق ما نديش شي كلمه نزيدها من راسي حيت فوق مني الله تعالى ما كنقولش انا شي كلمه تيق ثقت في هذا السيد وكنتعاملوا رجال حيت كنتعاملوا مع رجال بزاف ومعايا ناس دابا مشروك انا وياهم باقيين متابعيني انا عاطيني فلوس ناس وثيقين فيا دابا حاليا الناس باقي متابعيني على الفلوس اللي مشات ليا والله ما نكذب عليك اخو ما لقيتنا القدره هاد الناس مساكن شوف داروا معايا المزيان وثاقوا فيا وعطوني رزقهم ها هو مشى ليا داه ليا السيد تعدى عليا مني فقنا اخويا ما بين هذيك لحقت هذيك الخمسه نقول لك الخمسه سته ما بين الخمسه سته ديال العشيه فيقني انا كنت ناعس هنا في هاد البلاصه هو كان ناعس لي قال لي نوض حمزه نوض نخرج نمشي للقهوه نخرج نمشي القهوه انا حتى انا هذاك الشيء عادي حيت كنمشيو ديما نريحو نضحكو عادي هذاك الشيء اللي في بالي كان درت الجيلي خشيتو في هذا الصاك هذا الاحمر هذا هو خشيتو في هذا الصاك الجيلي في ربعه الليل والبيرمي ولا كارت الاوراق ديالي
خرجت انا وياه. ملي خرجنا سديت انا وكان كيقول لي السيروت راه طايح ليا شي سي 3 ايام ولا 4 ايام كيقول لي السيروت ديال البيت طايح ليا. كيوجد كيقول لي السيروت راه طايح ليا. خرجنا خرجنا لعند القهوه هي قريبه طالعه فين هذيك في الطال في الراس ريح. الله هو ما ريحش ما ريحش هو قال لي انا قال لي ريح حتى هنا شد براد. قال لي انا غنمشي نجيب شويه الحشور مسمن ما نتعطلش. ريحت انا خويا تقت في السيد هذا الوقت دار انا ما شفتوش هذا الوقت تعطل عليك تعطل نقول لك بدات شي 10 دقائق 10 دقائق 15 دقيقه بديت كنصوني ثلاثه تصوني طفى التليفون اش كدير ها ثلاثه تصوني ديك الساعه هذيك الساعه طفى التليفون. مشيت انا كنجري عاد مول المسمن اشكيت في البلاصه وليت كنجري مشيت عاد مول المسمن كنقلب السيد كان ماني مستوش عاد مول المسمن رجعت عقت بالفلوس مشات ليا جي كنجري رجعت كنجري كنصيب الساك مهبطو له هاز منه الجيلي في 4 نيلو البيرمي ولا كار والحوايج ديال هاد السيد مجبودين حوايج مقلبهم لي راهم فين هما تمام جابدهم لي هي هذيك رجعت كنصيب مهزوز ليا الجيلي في 4 نيلو البيرمي ولا كار علاش واش غتبان واحد الرزاق ديالك كيمشي اخويا راه بنادم يدوخ ها نعم وشديت راسي وطلب وكيفاش حتى كيف وليت كنتعرض للطاكسيات وعاد الدري ود البلاد هو اللي بقى شدني مسكين وداني المحطات ولا زين بقيت حاطه عليه في المحطه قلت يكون مشى في الكار ما ستوش دقع الدنيا جريتها وليت كندور بحال المسطي طاكسيات كنقزدهم طاكسيات كنقزدهم اي واحد من الناس كتقول لي تراك مسطي ما وعيتش نكذب عليك كنجري جريان راسقي غادي ليا والناس نكذبش عليك بقى معايا السيد وهذا السيد هو اللي كيصبرني كيبقى كيرد لي عقلي انا دابا حاليا كندور مصدوم هي هذيك قدرت المده خويا مشيت درت ديكلاراسيون هذيك الساعه لحد الغد الاثنين مشيت درت ديكلاراسيون ما جاوب ما تفحال التليفون ما حتى شي حاجه التليفون دابا حاليا طافي شكون عندكم عندكم لي لا لا كارت ما كاينش مشيت لاجونس النمره ديال التليفون دايره بالكونترا واني ما بغوش يعطوني ساعد ياخذوا البوليس انا ما بغوش يساعدوني في السميه والكنيه واش يساعدوني في السميه وكنيه قالك هادشي ماشي خدمتنا خدمه البوليس ماشي مشكل خدتو عاد التصويره خدتو باش كملت نصور ديال ديال السلعه خدنا نصوروا كمل لينا اخي هي هذيك اخويا ديكلاريت عندنا هنا بلاصتنا كوميساريه ديكلاريت في ديال الجوابي هذه ديال عند الشق ولا اسم ديال الفريق اللي حدا الجامع تم حيت مشيت الكاتريام صيفطوني تم وداست نقول لك شي 3 ايام 4 ايام مشيت درت شكايه المحكمه ديال عين السبعه ديال الوكيل درت شكايه دابا حاليا قالك غضربوا على 3 ايام ولا 4 ايام ودي الكاتريام لابيجي مشيت عندهم داروا معايا ثاني قالك الخميس على غدا ترجع عندنا والدوسي باقي على 15 ما عادش يخرج دابا الساعه باقي ما كاين حتى حاجه عاطيهم التصويره عاطيهم النمر التليفون عاطيهم كلشي السيد دوكا كيشوفك شنو غنقول لك قدام الله قدام الله ولا كان لا وصلوا هاد الفيديو دعيت الله دعيت الله ربي ياخذ فيه الحق ربي ياخذ فيه الحق ما مسامحوش تعدى عليا ودي اي تعدى عليا وتعدى عليا وداير وترد فيه الثيقه ووكلت وشربت وسكنته معايا وهزو وخدام معايا ما كنخليش كاين نهار اللي منا كنجرو وشي يخدم معايا وكلت عليه الله ربي راه فوق مني انا بغيت الله ياخذ الحق فيه انا بغيت الله ياخذ الحق فيه انا بغيت الله ياخذ الحق فيه قول البوليس شنو تقول لنا كم باش ياخذوك حقك الحموشي البوليس وانا بغيت من سعاده الحموشي يتعاون معايا ويساعدني على السيد يجيب لي حقي يجيب لي حقي راه فلوس الناس باقا متابعاني ودابا انفو الناس راه مزيراني حاليا حيت خاصني نرد ليها فلوسها دابا حاليا الناس مزيريني دابا التليفون ما ساكتش كنقول لي ما صبروا عليا راه الغالب راه ما عنديش ما غنرد ليكم صبروا عليا عطوني شويه الوقت راه انا ما عنديش راه 4 ليره قاصحه من غنردها منين غنمشي نجيب راه الوقت واقف البيع والشراء مسكت ما كاينش هذاك الشيء كتقول زعما الوقت راه دايره ولا هذه ولا والو مسكته وشوف اخويا نديك بعينك وتشوف الوقت مسكت الناس راه مسرجيه وكتشوف السلعه واقفه مسرجين الثمن وكيشوف منين غترد اللي تمشي تقول لي سلفني ما غاديش يعطيك يقول لك اخويا ما عندكش ما ترد ليا وفعلا و اول مره واخر مره حيت انا نيه اخويا ما نكذبش عليك نيه وكنبغي الخير لعباد الله اول مره واخر مره البشر ممنوع نثيق فيه اول مره واخر مره نتيق بشي واحد لو خمرتش يقول لي على هذاك الشيء اللي دار فيا داك السيد دعيت الله ياخذ فيه الحق دعيت الله هو سطاني دعيت الله
وهو دابا خويا ما عرفتيش فين كيعمر، فين كيسكن، فين كاين البلاد. وكله واش كيقول لي كنمشي للمارشي كيقول لي راه كيعمر في المدينه لتحت، كاين اللي كيقول لي راه كيركب على موطور وكيدور. قال لي واحد السيد راه عيط ليا كله واش كيقول. هضره الناس ما اش غنقول لك اخويا، انا حيت تابع مع القانون، انا ما غاديش نبقى نقلب عليه، تابع مع القانون. وانت مرضيك خذ نمرة التليفون الناس عايطوا. نعطيك نمرة التليفون. نمرة نمرة نعطيك نمرة بجوج ولا وحدة؟ عطيني بجوج قولهم لينا. دير 0612 50 55 26. النمرة الأخرى أخويا 0717 75 08 37.